السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، معكم عمر كان وهذا التركيز من قناة تركيا. اليوم جايب لكم فيديو جديد، فيديو سيت اب. طبعا زي ما انتم ملاحظين هنا، طبعا اول حاجة نبدأ فيها الكيبورد من شركة ريد دراجون، طبعا من نوع كومارا اتوقع K552، طبعا ميكانيكية بالكامل. طبعا جاء معاها هذه اللي هي يخليك تفك الازرار، طبعا شاري ام اكس بلو. وعندنا هنا الماوس اللي هي من شركة زولتس اتوقع كذا اسمها، T90 او T90. طبعا تدعم حتى 9200 دي بي اي، فيها طبعا زرين غير قابل يعني انك تبرمجهم، وفي زر التحكم بالانارة، طبعا تتحكم بالانارة وتتحكم بالمودات الى اخره. طبعا 7 ألوان، وفي مود بريذنج زي هذه اللي فيها مود بريذنج زي ما تلاحظوا. طبعا نيجي للسماعات اللي استعملها، اللي هي تيرتل بيتش ريكون 100 او ريكون 100، هذا هو الميكروفون اللي يجي معاه، طبعا ما استخدمه في الفيديوهات. ونيجي للشاشة بين كيو جي دبليو 2255 فول اتش دي 21.5 بوصة. وهنا طبعا حاطط LED، هي لها هنا ورا المكتب وللبي سي طبعا كمان من هنا. طبعا اقدر اتحكم فيهم هم الاثنين بريموت كنترول، اللي هو يجي زي كذا، يجي زي هذا كذا. طبعا اتحكم في اللون اللي ابغاه، اللي هو طبعا دائما احطه احمر مثلا زي ما تلاحظوا هنا بنفسجي احطه احمر. يعني اشوف ان هذه الانوار افضل انوار حاليا اقدر اجيبها وارخصهم فعلا. طبعا نيجي للكمبيوتر او الوحش اللي هو طبعا الكيس من شركة كورسير سبيك او ون. طبعا كارت الشاشة اللي هو اهم حاجة، جي تي اكس 970 من اي في جي اي سوبر كلاك، والرامات 10 جيجا. طبعا زي ما تلاحظوا عندي 8 هايبر اكس فيوري و2 اي داتا. طبعا ما انصح احد يسوي زي ما انا مسوي الحين، طبعا مكسورين السرعة على 1866 ميجا هرتز، وعندي المعالج اللي هو i5 4690 كي، مو كاسر سرعته الى الان، و4 تيرا هارد درايفات طبعا مليهم الاربعة كاملين، وباور سبلاي من اي في جي اي سوبر نوفا بي 1 750 واط. فهذا كان يعني الكمبيوتر، قد تكلمت عنه قبل كذا. طبعا احمر افضل حاجة عشان يتناسق مع يعني مع الشكل اللي هنا، طبعا الوال بيبر تتغير. هنا نيجي الحين للكونسول اللي عندي، ليش شريته ما اعرف، ما لعبت فيه ولا مره. طبعا عندي هنا الكونسول اللي هو البلاك اوبس 3 اديشن مع اليد بلاك اوبس 3، الاشرطه طبعا بس 3 و4، فيفا وجراند وبلاك اوبس 3. طبعا الانترنت عندي اللي هو افاق شامل او دي اس ال. طبعا سرعته لا باس فيها كداونلود، ولكن كرفع جدا بطيء. فبس هذا اتوقع اللي كان عندي سيت اب، فاتمنى عجبكم باذن الله. كل الروابط اللي شفتوها الحين من قطع بتلاقونها تحت في الديسكربشن. لو عجبكم السيت اب قولوا لي، بحيث انه كل ما اطور مثلا السيت اب حقي اني اسوي مقطع. طبعا قبل ما ننهي نسينا نتكلم عن الماوس باد، طبعا جبتها هي اكستندد اسمها كوبكس اتوقع، انا ناسي الاسم بالضبط، ولكن بتلاقوا الاسم الصحيح تحت في الديسكربشن مع كل روابط القطاع في امازون. طبعا هذا كان كل شباب، ان شاء الله عجبكم لا تنسوا لايك وسبسكرايب. مع السلامه شباب.